لازم تبقى عارف الشريطه الحمراء دي اللوجو بتاع الاتش اي في او الايدز. اي حاجه بنتكلم في ميتنج في كونفرنس في اي حاجه او ما يجيب سيره اتش اي في، ادخل في النت عندك اكتب اتش اي في لازم هتلاقي الشريطه الحمراء دي. ده مبدئيا رقم واحد لازم تبقى عارفها. رقم اثنين، الحاجه الثانيه اللي انت هتعملها وانت بتتعامل مع اي بيشنت عنده اتش اي في او ايدز، المبدا اللي فوق ده يو ار فايتنج ذا ديزيز، يو ار فايتنج ايدز نوت بيبول ويز ايدز. تمام؟ يعني ايه الفرق؟ يعني الديزيز ده مشكلته ان هو ارتبط في دماغ الناس بشويه حاجات كده مورال، فبالتالي دايما بيبقى في نظره للمجتمع اللي احنا بنقول عليها الاستيجما، بيبقى فيها نظره للناس دي ان هي ايه، هو خد الديزيز ده منين، هو ايه البراكتس اللي هو عمله. فالناس دايما بتبقى يعني خايفه او كشه شويه من العيان بتاع الاتش اي في او الايدز. حتى انتوا هنا ايفن لما بتشخصوا حاله بتجروا تهربوا منها يعني. فاحنا عايزين نتفق ان احنا وي ار ميديسن وي ار ميديكال براكتشنرز بتتعامل مع ديزيز، مش بتتعامل مع البراكتس بتاع البيشنت. هو يطلع من عندك يعمل اللي يعمله، لكن انت في طبعا ادوكيشن وفي كونسلنج بتعمله له بتفهمه ايه الغلط اللي هو بيعمله، لكن في الاخر خالص يو ار فايتنج ذا ديزيز. انتوا سمعتوا ان احنا في عندنا العياده بتاعت المشهوره اللي هي اتفتحت اوريدي، بدات تشتغل من الاسبوع اللي فات لمرضى الاتش اي في. وزي ما انتم شايفين احنا حاطين برضه في الشعار بتاعنا الشريطه اللي كنا حاطينها من شويه. الاتش اي في ان ايجيبت، انا حبيت اجيب لكم الشريحه دي بالعربي بس عشان تفهموا الوضع عندنا. ده كان اخر ريبورت من اليونيسيف او من اليونيدز اللي هي يونايتد نيشن اوف ايدز، كانوا بيتكلموا ان مصر من اعلى الدول اللي عندها زياده في نسبه الاصابه بالمرض في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. حسب النسبه ان في زياده 76% ما بين 2010 و2016، ولقيوا ان في عندنا اتجاه مقلق في عدد الحالات اللي في مصر، وان بتبتدي تزيد والنسبه دي ممكن تزيد من 25 ل 30% سنويا. واكثر ريسك جروب بتتعرض للتزييد ده كانوا لقيوا ان هم الناس المتعاطين المخدرات بالحق، او الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال. طبعا الترجمه دي اللي هي من having sex with men. هو الاتش اي في في الاول بيتنقل ازاي؟ ده اول سؤال انت ممكن تتساله وانت قاعد في العياده. هي العيان هيسالك في بعض الاسئله تخص المود اوف ترانسميشن. الموجود ناحيه اليمين الاربعه دول المين مود اوف ترانسميشن. بدايه السكشوال انتر كورس، وده اول واحد واول حاجه والموست كومن. يليها البرينيتال ترانسميشن، البلاد ترانسفيوجن، او النون سترايل تولز او الانسترومنت. الانتر كورس هنا هو بيشمل بيها الناس اللي هم الهوموسيكشوال اللي قلنا عليهم المين هافينج سكس ويز مين، ودول كتير وبداوا يزيدوا في اللي هو عندنا في مصر. الناس اللي هم السكس وركرز بالنسبه للفيميلز، او لو واحد براكتسنج مع هيز وايف او هيز هاسبند والبارتنر ده عنده اتش اي في، فوارد طبعا انه هياخد منه الانفكشن الا لو هو واخد تريتمنت. دي الريسك جروبس، وطبعا من ضمنهم الترانس جندر. يمكن احنا عندنا مش كتير لكن موجودين على مستوى العالم وبيهتموا بيهم مجموعه الترانس جندر. برينيتال ترانسميشن بيشمل بيها during pregnancy ممكن ياخد الانفكشن، during delivery، وبعد كده بقى بريست فيد. ده البرينيتال ترانسميشن. طيب البلاد ترانسفيوجن يمكن دي اقل شويه لان احنا عندنا بتعمل سكريننج للبلاد، فبالتالي ممكن لو في انفكتد بلاد او بلاد برودكتس. وعندنا طبعا النون سترايل انسترومنتس اللي هي تشمل بيها الادوات الجراحيه لو ملوثه، او الحاجات الاشهر اللي هي نيدل ستيك انجري اللي ممكن بيتعرض لها الناس الميديكال براكتشنرز. الحاجات الثانيه دي برده لازم تبقى عارفها، هو ما بيتنقلش ازاي؟ لان هو ممكن يجي المرافق بتاع المريض يقول لك انا قاعد بتعامل معاه فانا مش عارف اتعامل معاه ازاي؟ هو انا ممكن اكل واشرب معاه؟ هو انا ممكن دلوقتي اسلم عليه؟ هو انا ممكن ده لو ابني احضنه؟ تمام؟ هيبقى الاسئله دي موجوده عندك، فبالتالي لازم تعرف ان هو اتس نوت ترانسميتد عن طريق اللي هو شيرنج الديشز او اليوتنسلز بتاعت البيشنت. يعني ياكل ويشرب معاه عادي مفيش مشكله. ما بيتنقلش عن طريق السلايفا، يعني لو عطس في وشه لو اتكلم معاه الكلام ده مش اي مشاكل بالنسبه لنا. ما بيتنقلش عن طريق التيرز او السويت، ولا عن طريق شيكنج الهاندز، ولا عن طريق الايد، ولا عن طريق الشيرنج التويلت. يعني يدخل معاه الحمام عادي ويبقى مرافق معاه عادي مفيش اي مشكله لو ابن او بنت. وطبعا ممكن اللي هي الماوس كيسنج او الهاجنج برده ما بيعملوش. الموسكيتو بايتس او التكس بايتس، كل الحاجات دي ما بتعملش ترانسميشن للفيروس لان هو مينلي بلاد بورن فيروس. طيب عايزين نبقى عارفين الريسك اوف اتش اي في انفكشن. لو جالك دكتور او واحد زميلك بيقول لك انا اتشكيت في ابره والعيان ده كان اتش اي في وهي جايه قلقان، احفظ دايما القاعده دي اللي احنا بنقول عليها اللي هي رول اوف 3. انت الموست كومون او موست ريسكي هو الهيباتيتس بي، نسبته 30% ده بيبقى الريسك بتاعه اعلى.
الهيباتيتس سي بيبقى 3%، الاتش اي في اقلهم 3%. تمام. ومع ذلك احنا بنبقى خايفين قلبين الهرم، احنا بنخاف دايما من الاتش اي في لو تشكينا فيه، مع ان انت تخاف اكتر من عيان الهيباتيتس بي، ريسك بتاع الانفكشن بتاعه اعلى. طيب الاتش اي في بروجريشن بيحصل ازاي؟ احنا عندنا الاول خالص بيفور الاتش اي في النقط الزرقاء دي اللي هي سي دي 4 كاونت. تمام. بعد كده عندك العيان بيدخل في اكيوت اتش اي في انفكشن، يعني يحصل له سيمتومز يعني ما يحصلهوش سيمتومز، بس بيبتدي عندك هاي فايرال لود زي ما شايفين كده، الفيروس اللي هو النقط الحمراء الصغيره دي. بعد كده البيشنت خد تريتمنت او ما خدش تريتمنت، هيبتدي يكمل الكورس بعد كده. كرونيك اتش اي في لو ما خدش تريتمنت، كرونيك اتش اي في لو ما خدش تريتمنت، يبتدي زي ما انتم شايفين كده السي دي 4 كاونت عمال بيبتدي يقل والفيروس عمال بيبتدي يزيد، لغايه ما يبتدي العيان برده ما اخدش تريتمنت وما تشخصش، يبتدي يدخل بقى في المانيفستيشن بتاعه الايد زي ما انتم شايفين، كله بقى فيروس فيروس فيروس، والسي دي 4 كاونت يبتدي يبقى فيري فيري لو. لازم عشان تبقى فاهم التريتمنت او الدايجنوسس بتاع حاجه، لازم تبقى فاهم اللايف سايكل بتاعتها، بالذات في الاتش اي في عشان ما يبقاش الموضوع معقد. احنا النهارده المفروض الاتش اي في ميد ايزي، يعني ادي لك معلومه تسهل لك الموضوع. ده شكل الفيروس بيفكركم بايه؟ كورونا صح؟ في واحد من الدراجز اللي بتستخدم في التريتمنت بتاع الاتش اي في بيستخدم في الكوفيد او جربوه في الكوفيد. خلينا نقول في الاول هو الفيروس ده مين اصله؟ هو جاي من الممبر اوف جينس انتي فيروس من الفاميلي ريترو فيروس او ريترو فيريدي، عشان كده التريتمنت اسمه انتي ريترو فيرال ثيرابي. تمام؟ جاي من كلمه ريترو فيروس. هما المفروض فيه تو تايبس، تايب 1 وتايب 2. احنا اللي بيهمنا دايما وبنركز عليه تايب 1. تايب 1 ده بيبقى جلوبال على مستوى العالم، في حين ان تايب 2 متركز اكتر في الويست افريكا. الانفكتيفيتي والفيريولانس اعلى في تايب 1. الانفيرد اوريجن ده اللي هو الاوريجن اللي هو بتاع الانيمال اوريجن اللي هم بيفترضوا ان هو بدا منه الاتش اي في، طبعا هم مفترضين ان الاتش اي في 1 جاي من الشمبانزي والاتش اي في 2 جاي من حاجه اسمها سوتي منجابي، ده نوع من انواع القرود مختلف يعني في السبيشيز. الكلام ده مش هيهمني في حاجه، احنا دايما اللي بنركز عليه اتش اي في 1. فدايما تلاقي في البيبرز اتش اي في 1 في التيست عندك الموجود رابيد تيست هتلاقي اتش اي في 1، كل الكلام بيبقى عن الاتش اي في 1 او اغلب الكلام بيبقى عن الاتش اي في 1. الفيروس الاستراكشر بتاعه ايه هو؟ ده يهمني بقى انا في الدايجنوز وفي التريتمنت. المفروض ان هو فيه الكوره البامبه اللي من بره خالص دي، البنك دي. تمام؟ ده اسمه انفول. ده الانفول بتاع الفيروس. وبعدين اللي جوه الازرق ده البطانه دي اللي هي اسمها الماتريكس. وبعدين الحاجه الصفراء اللي من جوه خالص دي، دي كبسوله. هي دي اخطر حاجه طبعا في الفيروس. هتلاقوني دايما وانا بتكلم في الاتش اي في هحدف على الهيباتيتس بي، دايما هقربها لك بالهيباتيتس بي. الاثنين مش ولاد عم، هما الاثنين اشقاء، فيهم حاجات كتيره جدا مشتركه، حتى ايفن في الشكل بتاعه في الاستراكشر هتلاقوهم شبه بعض. تمام. فاحنا في عندنا انفلوب زي الهيباتيتس بي، في انفلوب عندنا هنا اهو الكبسوله دي اسمها كابسيد انتيجين، وده بنستخدمه في الدايجنوزس عامل زي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. تمام. الكبسوله دي بقى اللي من جوه فيها ايه؟ فيها اخطر حاجه، فيها الار ان اي بتاع الفيروس الشريط الازرق ده، فيها شويه انزيمز الاحمر والاخضر والاصفر، انزيمز بتساعد الفيروس ريبليكيشن. اللي بيحصل ايه؟ عشان يحصل الريبليكيشن للفيروس في الاول بيحصل خطوه بايندنج، الجزء بتاع الفيروس والجلايكوبروتينز اللي هي السبايكس اللي عليها دي بتبتدي تعمل بايندنج على السيرفيس بتاع السيل. بعد البايندنج يحصل فيوجن، يبتدي يتفك الانفلوب دوا ويبتدي ينزل الفيروس الكبسوله اللي احنا قلنا عليها اخطر حاجه جوه الفيروس عشان يعمل الريبليكيشن. بيبتدي في الخطوه دي هو ار ان اي فيروس، الاتش اي في ار ان اي فيروس، يبتدي يحصل له حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبشن، يتقلب لدي ان اي، عشان كده اسم الانزيم اللي بيعمل الخطوه دي ريفرس ترانسكريبتيز اللي هو اوريدي نازل زي ما قلنا موجود جوه الكبسوله. تمام. ريفرس ترانسكريبتيز يدخله جوه النيوكليوس، بيجي هنا بقى انزيم تاني اسمه انتجريز، يبتدي يعمل حاجه اسمها انتجريشن مع النيوكليار دي ان اي. الكلام ده بيفكركم برضه بالهيباتيتس بي، بنقول انه بيعمل انتجريشن عشان كده بنقول انه اونكوجينيك فيروس. تمام. بيحصل الريبليكيشن بعد كده هنا عندنا بيبقى عن طريق انزيم ريبليكيز او السينثيسيس بتاعه الفيروس بروتينز اللي هو عن طريق البروتيز، ويبتدي يطلع بعد كده عندنا فيروس كامل الاستراكشر بتاعه، يبتدي يحصل خطوه الاسمبلي يعني يبتدي يكون الانفلوب ويدخله جوه الكبسول الكبسل ويطلع مره ثاني بعد كده عن طريق البادي. الدراجز بقى لو انا حبيت اشتغل الدراجز تشتغل ازاي؟ يا اما بتشتغل على الجزء الاولاني خالص خطوه الفيوجن، ان الفيروس ده ما يشبطش اصلا في السيل. تمام؟ اسمهم فيوجن انهيبيتورز. الخطوه الثانيه ان ممكن يبقى احنا قلنا هيحصل ريبليكيشن ويحصل ريفرس ترانسكريبتيز، انزيم يشتغل، يبقى انا ممكن اعمل انهيبيشن للريفرس ترانسكريبتيز انزيم.
دول هنا في مجموعتين من الدراجز نون نيوكليوزايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز ونيوكليوزايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز. نون نيوكليوزايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز ده يدخل يشتغل دايركتلي على الانزيم يعني دايركتلي انهيبيتنج الانزيم. النيوكليوزايد ريفيرس ترانسكريبتيز او نيوكليوتايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز هو بيدخل اسمه نيوكليوزايد انالوج يعني يدخل يشبه نفسه او يمثل نفسه ان هو النيوكليوزايد او النيوكليوتايد يدخل جوه الاستراكشر فيبتدي يوقف عمليه الترانسكريبشن تمام. ودول انتوا سمعتوا عنهم برضو في الهيباتايتس بي اللي هم اشهرهم التينوفوفير والاديبوفير تمام. ده اسمه نيوكليوتايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز. في مجموعه ثانيه ممكن تدخل تعمل انهيبيشن على الانتجريز انزيم هتمنع الانتجريشن اللي هيحصل جواه النيوكليوس او ان ممكن يبتدي زي ما قلنا في عندنا بروتيز انزيم يبقى ممكن يبقى في مجموعه بروتيز انهيبيتورز تمنع الخطوه اللي هي قبل الاخيره ان هو يبتدي تكوين البروتين قبل ما يطلع بره السيل. الاتش اي في سيمتومز لو نتكلم على كلينيكال برزنتيشن العيان ده ممكن يشتكي من ايه؟ احنا قلنا ان احنا في عندنا كلينيكال ستيج البيشنت في الاول اكيوت اتش اي في بيبقى مينلي فلو لايك سيمتومز وبعدين يدخل زي ما قلنا في الكرونيك لو ما اتعالجش هيبتدي يبقى في عندنا ليتنت او اسيمبتوماتيك ستيج وبعدين يبقى في عندنا المانيفستيشن بتاعه الايدز ودي التعريف بتاعها لما يبقى السي دي 4 كاونت اقل من 200 ده المفروض السيكونس اللي هو زي ما بتقول لو البيشنت ما اخدش التريتمنت. طيب احنا النهارده المفروض مين اللي هنتكلم على التو ستيجز دول اللي هما الاكيوت او الكرونيك تمام. الايدز زي ما قلت لكم هنخليها في مره ثانيه لوحدها علشان دي ليها مانيفستيشن وليها تريتمنت مختلف شويه. اكيوت اتش اي في احنا قلنا بيجي بالفلو لايك سيمتومز ده بيحصل في خلال 2 او 4 ويكس اوف اكسبوجر يعني لو واحد جه وقال لك ان هو انترافينس مثلا دراج ابيوزر تمام وان هو بياخد الحقن اللي هي مغدوله تمام واخر مره كانت من خلال اسبوعين اخر انجكشن عمله لنفسه من خلال اسبوعين وجاي لك بالمانيفستيشنز بتاعه الفلو لايك سيمتومز جايب فيفر جايب فاتيك جايب سور ثروت جايب بليمفادنوباسي تمام تبدا تخاف وتشك ان ده بدا معاه اكيوت اتش اي في بيجي فيفر سور ثروت جنرالايزد ليمفادنوباسي ممكن يبقى فيه سكين ريش او بيبقى فيه ماسل ايك ممكن يبتدي يبقى فيه نايت سويتنج ماوس ألسرز شيلز فاتيج وممكن احيانا كمان بيبقى فيه نيوروباسي. الديزيز في المرحله دي بيبقى مشكلته ان هو شبه حاجات كتيره جدا فلو لايك سيمتومز دي هتشبه حاجات سيمتومز كتيره جدا واشهر حاجه بتبقى من الحاجات اللي هي بتعمل فيفر اكيد بالطريقه دي فيفر وسور ثروت ممكن يبقى معاها في ليف نوت سكين ريش بيبقى المونو نيوكلوزس اللي بشتار بار فيروس او الانفكشس مونو نيوكلوزس بيتحط من ضمن الديفرنشال دايجنوزس في الحاله دي. السكين ريش اللي ممكن يحصل في حالات الاكيوت اتش اي في ملوش سبيسيفيك باترن يعني ممكن تلاقيه اكستنسيف بالمنظر ده ممكن تلاقيه لوكاليزد ممكن تلاقيه حاجه كده مايلد ملوش سبيسيفيك باترن بس زي ما قلنا ان الستيج بتاعت الاكيوت عشان تشخصها لازم تاخد بالك كويس جدا من الهيستوري بتاع العيان والريسك فاكتورز اللي اتكلمنا عنها في الاول عنده في ريسك فاكتورز اتعرض ليها ولا لا. ال WHO قسمت ال HIV لستيجز عشان ابتدي اعرف البيشنت ده في انهي مرحله وابتدي على هذا الاساس اتعامل معاه واعمل له الفولو اب او ادي له تريتمنت. احنا قلنا الاكيوت ستيج اللي هي المفروض بتبقى اسيمبتوماتيك اللي هو ما فيش سيمبتومز او يبقى اونلي بيرزيستنت جنرالايزد ليمفادينوباسي اونلي يعني لو جايه لك حاله بيرزيستنت جنرالايزد ليمفادينوباسي مش واصل فيها لاي ايتيولوجي حتى ايفن من غير فيفر دور على HIV حط في دماغك في الديفرنشال دايجنوز بتاعك ال HIV. طيب بيدخل بعد كده في ستيج 2 اللي هي المايلد ديزيز بيبتدي يحصل فيه مايلد ويت لوس 5 او 10% من الويت لوس بتاعه يبتدي يبقى فيه شويه ميوكوكتينيوس مانيفستيشن سيبوريك ديرماتيتس هيربس زوستر ريكارنت يوريني تراكت انفكشن ريكارنت ماوس ألسرز يعني واحد عمال يجي لك كل شويه بريكارنت يوريني تراكت انفكشن انت مش فاهم ايه السبب دور فيه على اتش اي في جايب ريكارنت ماوس ألسرز تمام. ستيج 3 بقى اللي هي بتبتدي تبقى مودريت ديزيز اللي هو غالبا بيجي لك انت هنا هو بتشوفه كتير اللي هو العيان اللي بيجي بالويت لوس بقى اكتر من 10% العيانين اللي بيجوا لكم بالكرونيك فيفر بقى لهم اكتر من 1 مانث او جايين بالكرونيك دايريا المجموعه اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها بتبقى اسمها مودريت ديزيز اللي هي ستيج 3. هنا بقى ممكن البيشنت يظهر معاه شويه اورال مانيفستيشن بتاعه زي الاورال ثراش اللي هو الكانديدايسيس او يبقى اورال هيري ليوكوبليكيا والبالمونري تي بي في المرحله دي ممكن يبتدي يظهر تمام. الستيج 4 اللي هي بتبقى الادفانس ديزيز او اللي هي الاتش اي في موضوعنا المره اللي جايه ده بقى يبتدي يبقى مانيفستيشنز بتاعه اللورد اميونيتي ويبتدي يبقى الاوبورتشستيك انفكشن تظهر ومعاها كل الاتش اي في اوباسي نيفروباسي ويستنج سندروم انكيفالوباسي كارديومايوباسي
كل الاوباسي بتاعه الاتش اي في والانتروباسي تبتدي تظهر في الستيج ده. تمام. حاجه تانية ان الفانجل انفكشن تبتدي تزيد في المجموعه دي. المالجنسي اللي بيبقى مرتبط بالاتش اي في بيبتدي يظهر في الستيج دي، اللي هم اشهرهم طبعا الليمفوما كابوتي ساركوما والانفيزيف سيرفايكال كارسينوما. تمام. الفانجل انفكشن بتبقى من الحاجات اللي بتظهر كل ما السي دي 4 كاونت ينزل بتاع البيشنت تظهر الفانجل انفكشن تعلى، اللي هم اشهرهم الكريبتوكوكوزيس هيستوبلازموزيس والكوكيديومايكوز، دول اشهر ثلاثه في العيان بتاع الاتش اي في. تمام. المانيفيستاشنز اللي كانت مثلا زي سي مثلا البالمونري تي بي هنا اهو، يبتدي هنا يبقى اكسترا بالمونري تي بي، زي ما بقول لكم العيان في لوورد اميونتي فالامور تبتدي تزيد. لو كان في فانجل انفكشن هنا زي مثلا اورال ثراش يبتدي هنا هو بقى يبقى اكسترا اورا، يعني يبتدي يبقى استوفيجيال، يبتدي يبقى فيه ديسيمينيتد انفكشنز، تبتدي الامور تبقى مور فليرد عن العيان اللي هو في الستيج بتاعه الستيج 3. من ضمن برضو الاوبورتونستيك انفكشنز اللي بتبقى كومن في المجموعه دي النيوموسيس نيومونيا، دي بتبقى من ديفرنت ديفينشن دايجنوز لاي حاله نيومونيا او الكريبتوكوكال مينجايتس والتوكسوبلازما انكيفالايتس. يتشخص ازاي الاتش اي في؟ بداية من التايم انترفل لازم تبقى عارف لو انت عندك فيه هيستوري واضح لريسك فاكتور في البيشنت ايه التايم انترفل اللي هو جاي لك فيه البيشنت. لو هو جاي لك في الاول في خلال اسبوع او خلال 10 ايام هنا ما عندكش غير البي سي ار. عشان كده لما نيجي نتكلم في الدياجنوزز في الاطفال الدياجنوزز بتاعهم لغايه سن 18 شهر بيبقى بالبي سي ار، مفيش انتي بودز، مفيش حد بيتكلم على انتي بودز في الاطفال. تمام. مين اللي بيبقى بالبي سي ار؟ بعد كده عندنا على 15 يوم بيبتدي يظهر عندنا حاجه اسمها البي 24 انتيجين. بي 24 انتيجين ده اللي هو الكبسل انتيجين، الكبسوله الصفراء اللي احنا قلناها في الاول هي دي، ده زي السيرفس انتيجين كده بتاعت الهيباتايتس بي، هو نفس الحكايه اسمه بي 24 انتيجين. هنا ممكن يبتدي يظهر بس بيظهر بعد البي سي ار. على اليوم ال 20 ممكن يبتدي يبقى فيه ديتكتور اللي عندي هنا انتي بوديز، هو هنا مكتوب عندك سيلف جنريشن انتي بوديز سيلف جنريشن اليزا، لكن حقيقة احنا المعمل هنا عندنا بيستخدم فورس جنريشن اليزا وده بيبقى احسن، السنسيفتي بتاعته بتبقى اعلى للانتي بوديز. تمام. فانا ممكن هنا ادور على الانتي بودي من اليوم ال 20 عند اليوم ال 30 ده بيبقى طبعا فيه انتي بوديز، ممكن اعمل لها كونفرميشن بالويسترن بلوت. تمام. ويسترن بلوت هو تيست عامل زي الاليزا مور سنسيتيف، بس حاليا دلوقتي دبليو اتش او في 2021 طلعته من الريكومنديشن، ما بيستخدموش ويسترن بلوت، بيعملوا كونفرميشن بالاليزا ويبتدي يعيد فيه تاني وهكذا. الرابيد تيست، الرابيد تيست ده من التستات الاولانيه خالص اللي انت بتشخص بيها كسكريننج تيست، ده التيست اللي موجود عندنا في العياده لو امكن معلش هقدر مرري عليهم. ده الرابيد تيست اللي اوريدي موجود عندنا في العياده بتاعه المشهور. تمام. انا الرابيد تيست اللي موجود عندي فيه اتش اي في، فيه هيباتايتس بي، فيه هيباتايتس سي، هيعمل سكريننج للثلاثه مع بعض. لكن هو في انواع ثانيه طبعا، في حاجات خاصه بالبي 24 انتيجين اللي اتكلمنا عنه بتاعه الكبسول او الكبسيد، وفي عندنا حاجات ممكن تعمل ديتكشن للانتيجين والانتي بودي مع بعض بيسموها كومبو تيست. احنا اللي معانا ده برضو اللي هو الكومبو تيست. تمام. بس كومبو عشان بياخد معاه هيباتايتس بي والسي انتي بودي. المفروض انك انت بتخلي البيشنت بيحط النقطه بتاعه البلاد بتاعته بتشك ان هو بالشكاكه في الدايره الصغيره اللي موجوده عندك، وبعدين بيبقى في عندك خط لازم بيطلع في الاول على الكنترول، ده بيطلع كنترول ياكد لك ان التيست ده شغال، وبعدين بتبتدي تشوف هيطلع عندك خط هنا مثلا سي قدام الانتي بودي ولا قدام الانتيجين. عندك هنا هو مثلا هيطلع الخط قدام الاتش اي في ولا قدام الهيباتايتس بي ولا قدام الهيباتايتس سي. اللي بيطلع قدامه عامل زي البريجننسي تيست، يبقى ده بوزيتيف للانفكشن دي. ليه بنعمل البي والسي؟ هنقول الكلام ده لان ممكن يحصل كو انفكشن، لان هم دول برضو من ضمن البلاد بورن فيروسز، فوارد ان هو زي ما خد كونتامينيتد بلاد زي ما هو بيعمل انجكشن للدراجز ممكن يبتدي ياخد الانفكشن دي معاه. الصورة دي متصورة من الناشونال جايد لاينز بتاعت الـ WHO اللي موجودة عندنا اللي تبع وزارة الصحة. أنا جبتها لكم لأن هي الأبسط في فهم طريقة الدياجنوست. إحنا قلنا في الأول بنبدأ بالرابيد تيست في الأول خالص، سواء إذا كان أنتيجين أو أنتي بودي على حسب الموجود عندك، بتشوف البيشنت بيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو نيجاتيف هو التيست ده ميزته إن هو خلاص ترو نيجاتيف، بس في حالة واحدة ممكن يكون في حاجة اسمها ويندو فيز، إحنا قلنا لسه بنعتمد على التايم انترفال، ممكن يكون لسه ما ظهرش عندي الانتيجين او الانتي بودي اللي انا بقيسه ده ويكون البيشنت واخد الانفكشن وهيبقى في الاكيوت ستيج، فبالتالي يبقى في ويندو فيز زي الهيباتايتس بي بالظبط. فانا ببتدي اعمل ايه؟ لو انا شاكك وفي هيستوري واضح للريسك فاكتور وطالع عندي التيست نيجاتيف، بعيد التيست تاني بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع عشان يكون رايزنج تيست اقدر اعمل له ديتكشن او اعمل كونفرميشن. ده لو في هاي ريسك ان البيشنت ده ممكن يكون اتش اي في بوزيتيف. تمام.
طلع من الاول بوزيتيف لازم يتعمل كونفرميشن بالاليزا او بالكيموليوسنس. وده اللي بيحصل معاكم انتوا بعد ما بتبعتوا العينه اللي هو بتشكوا في واحد اتش اي في، تلاقوا المعمل يجي يطلب منك عينه ثانيه. العينه الثانيه دي بتبقى كونفرماتوري تيست للاليزا، تمام؟ الكونفرماتوري تيست ده هيبتدي يدينا التيست يطلع بوزيتيف، يبقى انت كده عندك الاثنين بوزيتيف. هو كده بيعمل كونفرميشن يقول لك ستارت تريتمنت. طبعا ستارت تريتمنت بعد ما بتعمل البي سي ار، لازم تعمل البي سي ار. طيب لو طلع التيست بقى عندي هنا نيجاتيف، اختلف عن الرابيد تيست، ابتدي اعيد التيست تاني. طبعا هنا بيعمل ريبورت ان دي الريزلت انكونكلوزيف، يعني ما يقدرش يقول ان ده عيان انفكتد ولا مش انفكتد، بتبقى الريبورت ان هي انكونكلوزيف، ويرجع يعيد التيست تاني بعد اسبوعين بنفس الطريقه زي ما قلنا عشان يدور على رايزنج انتي بودي تيتر. دبليو اتش او يمكن مصعبها شويه، تمام؟ ده برضو احنا بنتكلم دبليو اتش او 2021 اخر جايد لاينز، بتتكلم ان احنا نستخدم ثلاثه تيست رياكتيف غير البي سي ار، بخلاف البي سي ار بياكد بثلاثه تيست. طبعا هو بيبقى حريص جدا انه يتاكد من التشخيص عشان قبل ما يدي للبيشنت انت بتديله وصمه، تمام؟ فانت لازم تبقى متاكد جدا ان عنده اتش اي في. فبيبتدي يعمل كونفرميشن عن طريق 3 تيست، بيعمل تيست اي 1. هم الحقيقه ما حددوش انواع التيست، بس زي ما قلت لكم هو لغى الويسترن بلوت من الريكومنديشن. بيعمل تيست اي 1 وبين ان هي باينه. تيست اي 1 لو هنفترض ان هو ده الرابيد تيست، تمام، بيطلع نيجاتيف، خلاص العيان ده بيطلع نيجاتيف زي ما قلنا. او لو هو بوزيتيف بيعمل كونفرميشن عن طريق تيست اي 2 اللي هو لو هنفترض ان هو الاليزا تيست، ويبتدي يعملهم الاثنين، يبتدي يتاكد منهم ان هما الاثنين نفس النظام، هتطلع حاجه واحده، تمام؟ لو الاثنين طلعوا بوزيتيف خلاص يبقى هو ده كونفيرمد. طبعا بيعمل التيست رقم 3، يطلعوا بثلاثه بوزيتيف خلاص كده العيان ده يطلع بوزيتيف، بياكدهم بثلاثه تيست. لو طلع التيست رقم 3 مختلف، يعني طلع ان A بوزيتيف وB بوزيتيف ورقم 3 طلع نيجاتيف، يروح يعيد التيست رقم 1 مره ثاني عشان يتاكد ان هو برده العيان ده برده خلال 14 يوم، بيعيده ثاني بعد 14 يوم عشان يتاكد ان البيشنت ده فعلا ترو بوزيتيف. الخطوه الثانيه طبعا لو هو البيشنت من الاول خالص طالع نيجاتيف، بيبتدي يكرره مره ثاني التيست اللي هو A1، ويبتدي يشوف الريزلتس بتاعته، برده الاثنين زي بعض ولا الاثنين مختلفين عن بعض، تمام؟ لو طلع مختلفين عن بعض يعيد التيست رقم 1 زي ما قلنا اللي هو الـ A1 طلع نيجاتيف، تمام؟ يبتدي يعمل ريبيتنج للتيست مره ثاني، لو طلع بوزيتيف خلاص يبقى احنا كده عندنا البيشنت ده بوزيتيف، تمام؟ اهم حاجه ان انت تبقى كونفيرمينج ان التيست ده كلير ان هو بوزيتيف. اي شك يقول لك لا عيد التيست تاني في خلال اسبوعين يكون عندك رايزنج تيتر. طيب بالنسبه للاطفال زي ما قلنا الدياجنوزز من اول النيوبورن، لان احنا قلنا ان ممكن يحصل ترانسميشن دورينج بريجننسي او دورينج ديليفري، تمام؟ لو انت شاكك ان الطفل ده اتولد لام عندها فايرال لود موجود او ديتكتد، تبتدي تعمل ايه في البيشنت ده؟ تبتدي تعمل بي سي ار، تمام؟ نيوكليك اسيد ديتكشن، ما عندكش اي اوبشنز ثانيه غير نيوكليك اسيد ديتكشن، يا يطلع بوزيتيف وتعالجه يا يطلع نيجاتيف. لو طلع نيجاتيف وانت لسه برضو قلقان شويه او خايف او حاسس ان المذر كان فيها فايرال لود، ممكن ترجع تعيده تاني بنفس الطريقه برضو خلال 4 اور 6 ويكس، وتعمل ديتكشن مره تاني تتاكد اذا كان هيطلع بوزيتيف او نيجاتيف، تمام؟ الناحيه الثانيه اللي هو بالنسبه للتعريف للتشايلد اللي هو من 4 او 6 ويكس لغايه 18 مانث اللي هو نيوبورن لغايه اول شهر، بعد كده بنفس الطريقه بيتعامل معاه بالنيوكليك اسيد تيستنج اللي هو البي سي ار. لكن بعد 18 مانس ريكومنديشن بتاع دبليو اتش او الطفل اللي اكتر من سنه ونص 18 مانس بيبقى تدور عادي عنده بالرابيد تيست او بالالايزا. التريتمنت بتاع الاتش اي في انت كده اتاكدت من المريض وشخصته وعملت كونفرميشن وخلاص يطلع لك ان هو بوزيتيف ومحتاج ان هو يعمل ياخد يبدا التريتمنت. هو شود ريسيف انتي ريترو فايرال ثيرابي. مين اللي تعالج؟ رايكم ايه؟ كل الناس. وانس طلع لك تشخيص اتش اي في عند واحد كونفيرمد تريتمنت سنه 80 سنه انفانت بريجننت يتعالج. زمان زمان في بعض الكتب القديمه كنا بنذاكر منها كانت بتتكلم على سي دي 4 كاونت، ويقعد يقول لك سي دي 4 مش عارف اكتر من ايه وسي دي 4 اقل من ايه. انا كان درس الاتش اي في ده كان مزعج بالنسبه لي. دلوقتي لا، الريكومنديشن بتاع الدبليو اتش او ان كل الناس تتعالج وانس ان انت شخصتها باتش اي في. هما بالمناسبة ما بيتسموش اتش اي في انفكتد بيشنتس، بيسموهم بيبول ليفينج ويز اتش اي في. عشان ما تيجي تتكلم طبعا هو ساينتست، بتتكلم ساينتفك، لما تيجي تدور في بيبرز، لما تبقى قاعد في مؤتمر، تبقى قاعد في ميتنج، هتسمعهم دايما يقول لك بيبول ليفينج ويز اتش اي في، متعايشين مع الاتش اي في. عشان ما يحسسوش ان هو عنده مشكلة.
اي واحد هيتشخص اتش اي في لازم ياخد تريتمنت زي ما قلنا الانفانت في الفيرست يير بريجننت بريست فيدنج. هو انا بعالجه ليه؟ بدايه ان انت بتحاول تقلل الفايرال ريبليكيشن زي العيان بتاع الهباتيتس بي بالظبط. انت مش كيوراتيف تريتمنت, هو مش كيوراتيف زي الهباتيتس سي, بس انت بتحاول ان انت توصله ان يبقى فيه فايرال سبريشن زي الهباتيتس بي بالظبط عشان تعمل حاجه اسمها الرول اوف 95 95 95. عشان الكلام ده لما بتيجي تسمعوه في مؤتمرات كتير او حتى بيتكلم من مجموعه اليونايتد نيشنز اللي هم اليونيدز لما بيتكلموا في هو كان زمان 90 90 90, دلوقتي بقت 95 95 95. ايه هو عايز يوصل ل 95% من الناس اللي عندها الاتش اي في ويشخصها ويعالج 95% منهم, و 95% من اللي بيتعالجوا دول يحصل لهم فايرال سبريشن. كانوا في الاول حاطين رقم 90 ولقوا انه عندهم زياده في الانسيدنس بتاعت الحالات, قال لك لا خلي التارجت بتاعنا بقى يبقى 95 تمام, وللاسف مش وصلنا على مستوى عالي. الحاجه الثانيه احنا عايزين اميونو ريكونستيتيوشن لان مشكله الفيروس ده هو اسمه اكوايرد اميون ديفيشنسي فيروس, يعني هو بيعمل سبريشن على الاميون ريسبونس, وبالتالي انت عايز تعمل اميونو ريكونستيتيوشن وتصلح السي تي 4 كاونت بتاع البيشنت. ادي دي ثاني حاجه انت هتعملها وانت بتتابع المريض وهو بياخد العلاج. الحاجه الثالثه انت عايز تقلل الكوميونتي ترانسميشن اللي هي المبدا بتاع يو ايكوال يو, برضه عشان دي مصطلحات بتتقال دايما على طول. يو ايكوال يو ده يعني معناها ايه؟ undetectable means untransmissible, يعني كل ما عيان يوصل للفيرال لود يبقى undetected او suppressed يبتدي يقل الكوميونتي ترانسميشن الموجوده حواليه. يعني لو واحد دلوقتي بيقول لك اقدر اتجوز ولا ما اقدرش اتجوز هو عنده اتش اي في بوزيتيف, هتقول له خد العلاج لغايه ما تبقى فيرالي suppressed عشان اقدر اخليك تتجوز. لو واحده بريجننت احمل ولا ما احملش تمام, وبالتالي يقدر البيشنت بعد كده يقدر يتحسن له الكواليتي اوف لايف ويقدر يتعايش. عشان كده بيقول عليهم بيبول ليفنج وذ اتش اي في, هو بياخد التريتمنت بيبقى عارف ان هو عنده اتش اي في, بس طول ما هو undetected الفيروس انت ما بتخافش منه, ما بتخافش منه على المجتمع اللي حواليه, يعيش حياته عادي جدا, يروح يسافر يعمل اللي هو عايزه مفيش اي مشاكل تمام. عشان دي برده من ضمن الحاجات الكونسلنج اللي انت ممكن تتسال عليها, ان واحده هتيجي تقول لك انا اي جيت بريجننت ولا ممكن الطفل ياخد الانفكشن تمام, اعمل بريست فيدنج ولا الطفل ممكن ياخد الانفكشن, ابدا امتى تريتمنت وانس ان هو دايجنوز في نفس اليوم اللي ده المفروض الايديال, يعني نفس اليوم اللي انت بتشخص فيه العيان تديله تريتمنت تمام. WHO حطت ديفينيشن للرابيد انيشيشن انه ويزن 7 دايز, يعني معلش في خلال اسبوع على بال ما بتعمل له الانفستيجيشنز وتبتدي تدور على في حاجات هنقول عليها سكريننج وحاجات زي كده انت هتعملها يديلك مهله 7 دايز عشان نقول ان ده رابيد انيشيشن. ايه الهدف من الرابيد انيشيشنز؟ عشان العيان يبقى ادهرنت للتريتمنت, انت بتجيبه وبتقول له دلوقتي حالا انت هتبدا تاخد التريتمنت وهتبقى كويس, فيبقى في ادهرنس عندك للتريتمنت. لكن لو سبت العيان هيروح يجي لك بعد 3 شهور و4 شهور والله اعلم لو جالك اصلا, يعني فهو بيدور على نقطه زي ما قلنا الكوميونتي ترانسميشن. طبعا البيبول اللي عندهم ادفانسد اتش اي في اللي هم عندهم الايدز دول ليهم البرايورتي بالنسبه للمانجمنت او التريتمنت. التستنج او السكريننج اللي انا بعمله ايه؟ طيب انا قررت اعالج البيشنت, ايه السكريننج اللي انا بعمله؟ تعمل له روتين انفستيجيشنز العاديه جدا, تعمل له عادي سي بي سي وتعمل له ليفر فانكشن وكيدني فانكشن, لان في حاجات من الدراجز لما نتكلم هنقول انها نيفروتوكسيك او هيباتوتوكسيك. حاجه ثانيه بتعمل له بلاد شوجر وبتعمل له ليبيد بروفايل في البيز لاين, لان العيانين في دراجز زي الانتجريز انهبيتور لما نتكلم بتعمل لايبو ديستروفي او ممكن تدخل العيانين دول كمان في ميتابوليك سندروم النفي, فانت محتاج تشوف البيز لاين بتاعت العيانين دول الليبيد بروفايل بتاعهم تمام. الحاجة التانية اللي انت بتدور عليها البي سي ار طبعا اللي احنا هنبدأ عليه عشان اقدر اعرف العيان ده بيتحسن معايا ولا لا, هعمل له السي دي 4 كاونت بتاعي, هبتدي ادور على التي بي سكريننج. التي بي سكريننج ده لازم حاجة مانداتوري قبل ما تبدا تريتمنت للاتش اي في, تعمل تشيست اكس راي, تعمل كونتيفرون, تعمل اللي هتعمله, مهم ان انت تعمل سكريننج للتي بي وتدور عليه. ليه الكلام دوت؟ لان انت لو العيان ده عنده تي بي, ما هو ممكن يبقى العيان جاي لك في الستيج اللي هو الكرونيك او ليتنت وعنده بالمونري تي بي اللي هي ستيج 3, فانت مش شايف العيان ما تعرفش عنده تي بي ولا لا. لو بدات معاه الانتي ريترو فايرال تريتمنت هيبتدي يحصل فليب للتي بي, يدخل في حاجه اسمها الاميون ريكونستيتيوشن انفلاماتوري سندروم, دي تبقى مشكله كبيره جدا. فلازم لازم لازم تتاكد ان العيان ده ما عندوش تي بي, زي ما بنيجي ند الانفليكسيماب في العيانين بتوع الاي بي دي بتعمل له اكسكلوجن تماما ما عندهمش تي بي. الحاجه الثانيه الكريبتوكوكال انتيجين تيستينج ده لو السي دي 4 كاونت اقل من 200, يعني انت لو اول مره جاي لك العيان ب اتش اي في في ستيج 4 اللي هي الايدز وجاي لك بالسي دي 4 كاونت اقل من 200, قال لك لا دور على الفنجل انفكشنز بالذات الكريبتوكوكال انتيجين.
في حاجه تاني بتضاف عليهم زي ما قلنا الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي سكريننج زي ما قلنا عشان دول بلاد بورن فايروسز فلازم تدور عليهم. زي ما قلنا الهيموجلوبين والكرياتينين والليفر فانكشن والكيدني فانكشن. وانا ممكن اضيف معاهم حاجه كمان هي دي مش في الجايد لاينز اي جدول قدامك ده بتاع دبليو اتش او بتاخد من الجامد ده بتشوف السيكشوال ترانسميتد ديزيز لان ممكن يكون البيشنت زي ما قلنا من الريسك فاكتورز اللي هو الانسيف سكس اللي هو ممكن يعمل ترانسميشن كمان للسيكشوال ترانسميتد ديزيز فلازم برضو تدور عليها عشان لو كان كده هتعملها تريتمنت زي السيفلس والجونوريا. طيب ايه هي الانتريتروفايرال دراجز؟ دي اكتر حاجه بتعقدكم او بتقروها كده وتحس ان انت قاعد في خريطه. انا بصراحه الصوره دي عجبتني هي مش انا اللي عاملاها انا لقيتها موجوده عامله لك يعني حاجه كده تسهلك شويه في حفظ الدراجز. احنا قلنا ان احنا في عندنا من الاول الفيروس عايزين نمنع ان هو يلزق على السيل مش كده عايزين نمنع البايندنج اللي هي فيوجن انهيبيتورز. طيب هو الـ النوع اللي هو الدراج اللي هو بيمنع الفيوجن ده هو بيقول لك روك دي يعني ايه صخره صخره حاجه كده منع الفيروس ان هو يدخل تمام فاسم الدراج مارا فيروك مارا فيروك اللي هو الاخر الكلمه دي اللي هي روك فهو بيقول لك افتكرها بكلمه روك. الكلمه تايدي دي معناها ايه الموجه العاليه او موجه بتاعه المد العاليه تمام اللي هي برضو تمنعك ان انت تتحرك او تدخل لجوه تمام هو بيفكرها لك بكلمه الدراج الثاني انفوفرتيد انفوفرتيد خلاص عشان تفهم بالمصطلح اللي هو عامله لك بالاحمر ده بيفكره لك يعني ايه بكلمه تيد اللي هي تايدي خلاص انفوفرتيد او المارافيروك. دول المجموعه الاولانيه اللي هي الفيوجن انهيبيتورز. المجموعه الثانيه بقى اللي هي النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز اخرهم مقطع دين اغلبهم اخرهم مقطع دين ما عدا اول واحد الابن العاق ابا كافير ده الوحيد اللي هو بس فيهم مختلف شويه في المصطلح بتاعه. الباقيين هتلاقيهم ديدانوزين امتريستابين لاموفيدين ستافيدين الزيدوفيدين والتينفوفير الوحيد برضو المختلف لانه نيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتيز الباقيين نيوكليوزايد تمام ده النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز. النون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز اشهرهم على الاطلاق عشان ما تحفظش دراجز كتيره الايفافرينز والنيفرابين ايفافرينز والنيفرابين. الانتجريز انهيبيتورز دي اخر مجموعه حديثه ظهرت اللي هي كانت في حوالي 2017 2007 كانت مجموعه اللي هي كلمه جي انتجريز فيها حرف جي افتكرها ان هي اخرها مقطع جرافير رالتي جرافير دولتي جرافير تمام. البروتيز انهيبيتورز بننتهي بمقطع نافير زي اتازانافير دارونافير اندينافير لوبينافير ساكونافير ريتونافير ودول اللي هما كان فيهم الريتونافير واللوبينافير كان ترايلز اتعملت عليهم في الكوفيد المجموعه بتاعت كانت البروتيز انهيبيتورز. سهله كده شويه يبقى الانتجريز هتفتكرها بحرف الجي رالتي جرافير والدولتي جرافير مجموعه بتاعت النون نيوكليوزايد اللي هما الايفافرينز والنيفرابين مجموعه البروتيز انهيبيتورز لازم يبقى فيهم مقطع نافير في الاخر. في اختصارات لان دايما الكلام كله وانتوا تبقوا قاعدين في مؤتمر عمال يكتب اختصارات ثلاث حروف ثلاث حروف ثلاث حروف وانت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي ايه الثلاث حروف دي بتاعت ايه. الاختصارات بتاعتهم انا طبعا هتكلم عن موست كومن دراجز اللي هنتكلم عنها يعني اباكافير اللي هو اي بي سي الديدانوزين اللي هو دي دي اي الامتريستابين وركز لي قوي عليه ده اف تي سي عشان الاختصار بتاعه مختلف شويه عن اسمه اف تي سي اللاموفيدين 3 تي سي ستافيودين التينفوفير تي دي في تي دي اف الزيدوفيدين اللي هو اي زد تي او زي دي في دارونافير اللي هو دي ار في الاندينافير اللي هو الاي ال اي ان دي في اللوفينافير اللي هو ال في بي ايفافرينز اي اف في الباقيين إيه اغلبهم جايين من الاسم بتاعه يعني مش هيبقى فيه مشكله هي مشكله بس في الاولانيين دول اللي صعبين شويه ايفافرينز اي اف في نيفرابين ان في بي مجموعه بتاعت الانتجريز انهيبيتورز اشهرهم الرالتي جرافير رال والدولتي جرافير دي دي جي فيوجن انهيبيتورز والمجموعه اللي هي بتاعت الانتري انهيبيتورز حاليا مش موجودين في مصر فمش عايزين نتكلم عليهم كتير عشان ما تعقدش الدنيا بس. بنبدا بايه تريتمنت لازم يبقى في عندك اثنين من مجموعه النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز ده باك بون يعني مفيش حاجه اسمها تريتمنت العيان بياخد دراج مفيش حاجه اسمها تريتمنت العيان بياخد اثنين بس هما مبدئيا اثنين باك بون بتاع النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز تمام. الثالث بيبقى على حسب البوتنسي بتاعت الدراجز دي احنا عندنا اعلى واحده فيهم الانتجريز انهيبيتورز اعلى حاجه فيهم في الانتجريز انهيبيتورز اللي هي اخر حاجه لسه مكتشفه حديثا
وبعدين يليها مجموعه البروتيز انهيبيتورز واخر مجموعه النون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز تمام اللي هي الايفافرينز او النيفرابين. فانت بتدي اثنين من النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز مع انتجريز انهيبيتور ده احسن حاجه وده البيست تريتمنت او انك تديله بعد كده بروتيز انهيبيتور. دايما البروتيز بيبقى معاهم الريتونافير اللي هو الار سمول اللي هتلاقيها دايما بيبقى معاهم الريتونافير موجود بوست تريتمنت. والثالث بعد كده اللي هو اضعفهم بيبقى النون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور. في الاطفال بدل ما بيستخدم التينفوفير بيستخدم التاف او الاباكافير او الزيدوفيدين. ما بيحبش ليه التينفوفير؟ عشان انتوا عارفين ان احنا حتى بنقول في الهيباتايتس بي بيبقى نيفروتوكسيك مش كده على المدى البعيد وليه افكت على البون. هو نفس الكلام هو بيخاف لان الطفل ده هياخد التريتمنت بتاعه مدى الحياه فهو مش عايز يبدا معاه من البدايه خالص بنيفروتوكسيك دراج فبيبدل التينفوفير بالتاف اللي هو التينفوفير انافينامايد اللي هو مور سيف على الكدني او الاباكافير او الزيدوفيدين. في حاله الفيلير اوف تو لاينز اوف ثيرابي يعني لو العيان خد تريتمنت وبعد كده حصل فيلير لتريتمنت تاني وعايز يستخدم تريتمنت ثالث ثيرد لاين تريتمنت بتستخدم اربع دراجز ولازم يبقى فيهم ساعتها الدارونا فيل لازم يبقى فيهم الدارونا فيل من مجموعه البروتيز انهيبيتورز. ده جدول بس عشان يلخص الستاندرد دوزز من الهارد تريتمنتس الجرعات اللي هو بياخدها البيشنت بياخدها كم مره. يبقى زي ما قلنا العيانين بيبداوا في الاول بالفيرست لاين تريتمنت البريفير تريتمنت التينفوفير مع الانترستابين او اللامبودين مع الدولتاجرافير اثنين من النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز وده اشهر تريتمنت هتلاقي العيانين بياخدوه. اشهر تريتمنت هتلاقي العيان واخده معاه في التريتمنت بتاعه التينفوفير مع الانترستابين او اللامبودين وبيفضل كمان اللامبودين مع الدولتاجرافير. لو مش متوفر الدوت جرافير لان الدوت جرافير ده نازل حديثا حتى في مصر ما كانش موجود هتلاقي في بعض البيشنت معاهم ريبورت بتحاليل بعلاج قديم اللي هو في الايفافرينز الايفافرينز بتلاقيه وياخد تينفوفير مع الانترستابين مع الايفافرينز الكومبينيشن ده دراجز ده اسمه التروفادا اسمه تروفادا عشان لو العيان عارف الاسم بتاعه يعني اسم التجاري بتاعه. البديل بتاعه طبعا ان هو بيبقى التينفوفير الزيدوفيدين مع الانترستابين سوري مع اللامفودين مع الايفافرينز يعني ممكن انت تبدل التينفوفير مع الزيدوفيدين برضو من النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز مع اللامفودين مع الايفافرينز. الايفافرينز ممكن الجرعه تزيد ممكن تبقى 600 الجرعه تبقى لو هو ريسبوندنج تبقى 400 دي بعد كده بتبقى فيها فاريشن. ده تروفادا زي ما قلنا ان هو عباره عن التينفوفير مع الانترستابين. طيب عشان الجداول دي ما تبقاش معقده بالنسبه لكم احنا اتفقنا ان احنا هنعمل ازاي الخريطه بتاعه التريتمنت. ده جدول من الدبليو اتش او طبعا الجايد لاينز بتاعتها تريتمنت بتاع الادلت او الادوليسنت يبقى زي ما قلنا تينفوفير مع الانترستابين او اللامفودين مع الدولتاجرافير ده احنا قلنا ان هو احسن حاجه ده البريفير تريتمنت. الالترناتيف لو الدولتاجرافير مش موجود يبقى الايفافرينز بعد كده بقى ممكن في سبيشالست سيركمستانسز يعني كل من الاخرين ده مش مهم قوي انك تعرفه بيبتدي يبدل بقى بيعمل تبديل وتوافير زي ما قلنا عايز التينفوفير العيان ده فيه نيفروتوكسيستي طب اديله التاف يبتدي يعمل تبديل وتوافير لكن هما اهم حاجتين اللي هما التو كولمز الاولانيين دول. في الاطفال التريتمنت زي ما قلنا بدل ما بيدي التينفوفير بيدي الاباكافير مع اللامفودين مع الدولتاجرافير برضه ده البريفير تريتمنت وبعد كده ممكن يبقى الالترناتيف تريتمنت اللي هو البروتيز انهيبيتورز. في بعض الدراجز من النيوكليوزايد مش كل النيوكليوزايد ينفع يتحطوا مع بعض احنا بيقولوا ان هما لازم يكون اثنين في الباك بون من التريتمنت لكن مش كلهم بينفع يتحطوا مع بعض. الزيدوفيدين مع الاستافيودين فيهم انتراكشن الاستافيودين والديدانوزين فيهم نيفروتوكسيستي لاموفيدين والديدانوزين كلينيكالي نوت اديتيف تينفوفير ديدانوزين فيهم لور افيكاسي لاموفيدين انترستابين دي ار سيميلر دراجز عشان كده مفيش في تريتمنت حد بيكتب لاموفيدين مع الانترستابين. دلوقتي التريتمنت كله تينفوفير رقم واحد رقم اثنين اللاموفيدين او الانترستابين ورقم ثلاثه دولتاجرافير او الايفافرينز ده من الاخر. طيب العيان جاي لك بتريتمنت وانت بتتابع معاه في العياده وشايف ان هو بعد كده في فيلير هنقول ايه هو الفيلير ده فعايز تعمل له شيفتنج للتريتمنت تمام زي ما بيقول في الهيباتيتس بي في شيفت للتريتمنت او سويتش تريتمنت. اعمل له سويتشنج ازاي؟ برضه للتلخيص الانتجريز انهيبيتورز تقدر تعمل لها تبديل وتوافيق مع البروتيز انهيبيتورز لو هو بادئ بالبروتيز انهيبيتورز يقدر يبدل بالانتجريز انهيبيتورز تمام. احنا قلنا ان المجموعتين دول احسن مجموعتين في الافيكاسي بتاعتهم فالعيان يقدر يبدل ما بينهم. النون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز
يبدلها بالانتجريز انهيبيتورز، يطلع على المجموعه الاعلى خالص اللي هي الانتجريز. يعني واحد بدأ بالايفافرينج او بدأ بالنيفرابين يروح يبتدي يعمل الشيفت بتاعه بالدولتاجرافير، تمام؟ لو بدأ بالتينوفافير زي ما قلنا لسه من شويه ان هو ممكن يبدله بالزيدوفيدين على اساس ان هو يبقى ليس نيفروتوكسيك او علشان برضو الافيكاسي. الكلام ده يطبق ازاي؟ احنا قلنا ان احنا بندي تريتمنت، لو بدأ في الاول العيان بالتينوفافير انترستابين او اللاموفيدين مع الدولتاجرافير يقدر يعمل شيفت ازاي؟ اعملها زي معادله. التينوفافير ده ممكن يبدله بالزيدوفيدين، الدولتاجرافير احنا قلنا الاقل منه مين في الافيكاسي؟ بروتيز لبونافير لتونافير، تمام؟ يبدل الدولتاجرافير او يبدل الانتجريز بالبروتيز. بدأ العيان بالتينوفافير الامترستابين او اللاموفيدين وكان بادئ بالايفافرينج، تمام؟ يبدل الايفافرينج اللي هي نون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز بالمجموعه الاعلى اللي هي الدولتاجرافير اللي هي مجموعه انتجريز. العيان بادئ بالزيدوفيدين اعمل له شيفتنج بالتينوفافير، بادئ بالايفافرينج اعمل له شيفتنج بالدولتاجرافير، تمام؟ كانها معادله كده وبتعمل تبديل وتوفير، لكن اهم حاجه في النص بيبقى دايما ثابت الامترستابين او اللاموفيدين، ما بتتغيرش في كل الارمز بتاع التريتمنت اللي بياخدها العيان. ده نفس الكلام بس الدبليو اتش او طبعا بتحطهم في جداول، تمام؟ اللي احنا الكلام اللي قلنا عليه دوت التينوفافير الامترستابين دولتاجرافير، زي ما قلنا الدولتاجرافير يعمل شيفت على بروتيز انهيبيتورز، مجموعه بتاعه النون نيوكليوزايد يعمل شيفت على الانتجريز انهيبيتورز اند سو. طيب دي بقى التجميعه اللي هي لو انت عندك كمان في سكند لاين تريتمنت وحصل في فيلير بتبتدي تعمل شيفتنج بعد كده على زي ما قلنا لازم يتحط الدارونافير في التريتمنت ومعاه اثنين نيوكليوزايد ومعاه الدولتاجرافير. حتى لو هو بادئ بالدولتاجرافير حتى لو هو بادئ بالدولتاجرافير كان فيرست لاين تريتمنت وراح مغير يرجع تاني على الدولتاجرافير. طبعا هو هنا ريكومنديشن للدبليو اتش او، انت عيان خد فيرست لاين تريتمنت وخد سكند لاين تريتمنت وشايف عمال كل شويه يحصل ريزيستنس، قال لك لا دور على جينوتايب ريزيستنس. طبعا هو للاسف مش موجود في مصر لكن هي دي ريكومنديشنز بتاعتهم، بدل ما تدي ان انت هتدي له اربع ادويه العيان الكومبلاينس بتاعه بيقل، كل ما ياخد ادويه اكتر كل ما يقل الكومبلاينس بتاعه هتلاقيه مش ريسبوند. دي اشهر السايد افكتس، احفظهم احسن بالمجموعه بدل ما تحفظهم كل دراج لوحده. دايما بتدور في الفولو اب بتاع العيانين في العياده على السنترال نيرفس سيستم مانيفستيشن، الليفر توكسيستي بالذات مجموعه الليفافرينز اللي هي نون نيوكليوزايد، النيفروتوكسيستي زي ما قلنا عشان العيان بياخد التينوفافير، لاكتيك اسيدوزس بالذات مع المجموعه بتاعه الزيدوفيدين او الديتانوزين، طبعا لو في دراج سنسيتيفيتي او الهايبر ليبيديميا زي ما قلنا انا بعمل بيز لاين لايكوجرام للعيانين بالذات مجموعه الانتجريز انهبيتور بتعمل ويت جين، يعني يجي يقول لك انا وزني زاد، الانسومنيا اكتر الحاجات اللي بيشتكوا منها واللايكوجرام، تمام؟ نفس الكلام هنا اللايبودستروفي، جي اي تي انتولرانس، الليبيد ابنورماليتيز اند سو. دي اشهر سايد افكتس يعني عشان ما تبقاش بس بتحفظ كل دراج لوحده، بعد كده الدراج انتر اكشن ده يعني بيبقى قصه ثانيه بعد كده نبقى نتكلم فيها لانها كتيره شويه. الاتش اي في في سبيشال بوبيليشن دي برضو حاجه لازم تبقى عارفها، لو العيان احنا قلنا هنعمل في الاول سكريننج للبي وللسي وللاثنين مع بعض. طيب لو العيان عنده هيباتيتس سي ياخد التريتمنت بتاعه ازاي؟ عادي جدا ما فيش اي مشكله، يبدا التريتمنت بتاعه مثلا بالصوف داكلا وياخد التريتمنت بتاع الاتش اي في، ما فيش ما بينهم اي انتراكشن ريجاردليس اوف ذا سي دي 4 كاونت. مره ثانيه بنقول احنا مالناش دعوه في التريتمنت، بدايه التريتمنت مالناش دعوه بالسي دي 4 كاونت. طب العيان لو طلع هيباتيتس بي، في اثنين من الدراجز اللي احنا بنستخدمهم بيستخدموا في الهيباتيتس بي، التينوفافير واللاموفيدين، وبالتالي الافضل ده بالعكس العيان بتاع الهيباتيتس بي بيبقى مرتاح ياخد التريتمنت بتاعه عادي جدا بس يبقى فيه تينوفافير وفيه الامترستابين او اللاموفيدين مع ايفافرينز او دولتاجرافير على حسب الموجود متاح عندك. بس بالنسبه للانتكافير لو العيان بدا بانتكافير كان في عندهم بس شويه كده ريكومنديشن لان هو بيخاف ان العيان ده لو حصل له ريزيستنس الانتكافير انت هتدي له انتكافير مع لاموفيدين مع بروتييز او هتدي له نون نيوكليوزايد ايا كان، فانت بتدي له اثنين من التريتمنت بتاع الهيباتيتس بي والاثنين شبه بعض الانتكافير واللاموفيدين او الانترستابين، الثلاثه لو حصلت لهم ريزيستنس حصلت ريزيستنس خلاص مش هتعرف تتعامل معاه، فهو بيفضل دايما ما تبداش بالانتجرافير، لا يقول لك ابدا احسن بالتينوفافير في الحاله دي. طيب لو العيان طلع عنده الثلاثه مع بعض تعالج مين فيهم؟ افتكروا كده احنا لما بنيجي نعالج العيان اللي عنده بي وسي بنعمل ايه؟ بناخد بالنا من ايه؟ تعالج مين الاول؟
ايه اللي لو عالجته يحصل حاجه لواحد تاني؟ السي بيعمل انهيبيشن على البي، السي بيعمل انهيبيشن للبي. لو انت عالجت العيان ده بالهيباتايتس سي في الاول هيحصل فلير للهيباتايتس بي، فانت بتاخد بالك من كده. يبقى بنعمل ايه؟ نعالج العيان عادي جدا بالتريتمنت بتاع الاتش اي في اللي هو فيه تينوفوفير، وفي تريتمنت عادي جدا مفيش اي مشكله، بس ناخر التريتمنت بتاع الداز 12 ويكس بعد التريتمنت عشان اكون اتاكدت ان انا عملت فايرال سبريشن على البي. اجل علاج السي لغايه ما البي ده يكون كنترول، زي السي بالظبط، زي التريتمنت العادي بتاع البي بتاع. طيب في البريجنانسي، بريجنانسي برده ما فيهاش اي مشكله. احنا قلنا اي واحده بريجنانت لازم تاخد انتي ريترو فايرال ثيرابي طالما ان هي عندها فايرال لود ديتكتد. بس النقطه ان انا اولدها بسيزيريان سكشن ولا اولدها بالنورمال فاجينال ديليفري، لان الطفل لما هيتعرض للفاجينال سكريشن هياخد الانفكشن. فانا دلوقتي اخليها تولد طبيعي ولا اخليها تولد سيزيريان سكشن؟ لا مش دايما. لو انت عندك الفايرال لود بتاعك اكتر من 1000 هتولدها بسيزيريان سكشن، لان كده الطفل ده هيبقى هاي ريسك ان ياخد الانفكشن. تمام، بس بشرط لازم ده الكلام ده يتعمل على الاسبوع 38 قبل ما تدخل في بري ماتيور رابشر اوف ميمبرين او في رابشر اوف ميمبرين. لو حصل رابشر اوف ميمبرين الطفل اتعرض للسكريشن، تمام، يبقى سيزيريان سكشن ملهاش لازمه. هو انت هدف السيزيريان سكشن ان الطفل ما يتعرضش للفاجينال سكريشن، فانت بتعمل سيزيريان سكشن لو الفايرال لود اكتر من ال1000 او في الاسبوع 38 قبل الرابشر اوف ميمبرين. عشان كده هو بيقول لك ان هي زيرو نو بينيفيت لو الفايرال لود عندك عالي والعيانه دخلت في رابشر اوف ميمبرين. التريتمنت بتاعه عادي مفيش اي مشكله، هو نفس الدراجز، بس الملاحظ ان هو بيخلي الايفافيرنس تبقى قليله شويه، عشان كانت في بعض الاستاديز قالت ان في احتمال ان يدخل يبقى في نوع من انواع الكونجيتال انوماليز نيورال تيوب ديفكت مع استخدام الايفافيرنس، رغم ان في استاديز بعد كده قالت الكلام ده لا مش صحيح واستخدموه سيف. فهم في الجايد لاينز قال لك طب ده خليه الترناتيف، انما عيانه تبقى ماشيه في الدراجز السيف اللي هي المجموعه بتاعت الانتجريزن. هنا اللوبونافير والريتونافير ما بتبقاش ريكومندد برضه، نفس القصه عشان بتبقى اسوشيتد ويز كونجيتال انوماليز. بريست فيدنج ما تعملش بريست فيدنج طول ما هي عندها فايرال لود ديتكتد. لو العيانه سبريست والفايرال لود بتاعها اقل من 50 اللي هو الانديتكتابل تعمل عادي بريست فيدنج مفيش مشكله. طيب هعالج العيان هتابعه ازاي؟ طبعا عشان اتاكد هو بيحصل له فيلير ولا ريسبوندنج ولا مش ريسبوندنج. في كذا حاجه من انواع الفيلير. الفيرولوجيكال فيلير عندنا امتى هقول ان عندي في فيرولوجيكال فيلير؟ لو الفيرال لود عندي، خلينا في السلايد اللي بعدها افضل، دي من الدبل اتش او. في عندنا كلينيكال فيلير، في عندنا ايمينولوجيكال فيلير، في فيرولوجيكال فيلير. كلينيكال فيلير ده يعني معناها وانا بتابع البيشنت بدور على الكلينيكال برزنتيشنز لقيت ان هو بدا يحصل فيه معاه نيو سيمتومز او بدا يحصل فيه معاه زياده في الستيج. يعني العيان كان جاي لي في الاول بستيج 1 تمام، بدا العيان يدخل في بعد كده ستيج الثانيه، ستيج 2، ستيج 3. كل ما بتابع البيشنت الاقي الكلينيكال مانيفستيشن بيحصل فيها ديتيريوريشن، ده اسمه كلينيكال فيلير. بس قال لك خد بالك من نقطه ان ده ما يكونش ديتيريوريشن اللي بيحصل ده نتيجه حاجه اسمها الاميون ريكونستيتيوشن انفلاماتوري ريسبونس سندروم اللي هو الايرس، اختصارها ايرس. لانك لما بتدي تريتمنت الفيروس مره واحده بيبتدي يقل، ومره واحده السي دي 4 كاونت بيحصل له اميون ريكونستيتيوشن يزيد، فده بينعكس على العيان كلينيكال يحصل له ديتيريوريشن. يبقى العيان كان بياخد تريتمنت ومثلا بياخد حاجه الاوبورتونستيك انفكشن، تبص تلاقي الاوبورتونستيك انفكشن دي زادت. تمام، لا تيك كير تاخد بالك من النقطه دي، تدور على الحاجه اللي انت شاكك فيها. يعني مثلا شاكك في حاجه مثلا تي بي، تروح تعمل له سبيوتم كالشر، تعمل له مثلا كوانتي فروت، تاكد ان العيان ده فعلا عنده الحاجه دي. لو ما لقيتهاش لا يبقى ده اميون ريكونستيتيوشن، بتعالج ساعتها بالسترويد. ده الكلينيكال فيلير. الايميولوجيكال فيلير ان سي دي 4 كاونت يبقى اكتر، سوري، يبقى اقل من 100، بريزيستنت اقل من 100، ما بيزيدش عن 100 وهو عمال بياخد التريتمنت، او 250 فولوينج كلينيكال فيلير، يعني هو بيحصل له كلينيكال فيلير والسي دي 4 كاونت بيقل مش بيزيد. تمام، الايمينولوجيكال فيلير في الاطفال نفس الكلام طبعا، بس الكاونت هنا بيبقى بريزيستنت اقل من 200. الفيرولوجيكال فيلير اللي هو يبقى فوق ال 1000، هو احنا عندنا هنا الانديتكتابل اللي هو اقل من 50، الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي بيبقى عندك التحليل اقل من 15 او اقل من 20، ده الانديتكتبل. هنا احنا عندنا الانديتكتبل اقل من 50. تمام، فالبيولوجيكال فيلير ان هو يبقى ديتكتد ما بين 50 ل 1000 او اكتر من ال 1000. بس انا ببتدي اقول بقى امتى البيولوجيكال فيلير؟ لو البيشنت احنا اول متابعه بتجيلنا بعد 6 شهور، اشوف الفايرال لود بتاعه اخباره ايه. تمام، قل ولا زاد ولا زي ما هو.
لو لقيت الفيرال لود بتاعي بعد 6 شهور عالي ما بين 50 ل 1000 او اكتر من ال 1000، بقول له طيب تعالى لي تاني بعد 3 شهور هتابع معاك الفيرال لود. هو انا المفروض الفولو اب بتاعي بيبقى كل 6 شهور في الاول او السنه، وبعدين بيبقى انيوال العيان يجي لي كل سنه. لا انا بجيب العيان ده بقى بعد 3 شهور واقول له لا انا هتابعك تاني تمام، واشوف الفيرال لود بتاعه واخباره ايه. زي ما هو ما بين ال 50 لل 1000 او اكتر من ال 1000 بقول له تعالى لي تاني بعد 3 شهور، لازم يبقى في عندك قراءتين الفرق ما بينهم 3 شهور تمام. اتاكدت فعلا، واهم حاجه في النقطه دي تتاكد من الكومبلاينس بتاع العيان، عشان زي الهيباتيتس بي بتلاقي في نص العيانين يجي لك بفيرال لود عالي جدا، لما تيجي تساله على الكومبلاينس يقول لك لا انا السنه العلاج وقفته او ما خدتهوش او اتلخبطت. اتاكد من نقطه الكومبلاينس تمام. لو اتاكدت ان هو كومبلاينت وفعلا هو عنده فيرولوجيكال فيلير والامور ما بتتحسنش معاه والفيرال لود عالي، زي ما قلنا بتعمل شيفت بقى وتغير التريتمنت تديله سكند لاين ثيرابي تمام. ده تعريف البيولوجيكال فيلير، لازم يكون الكاونت بتاعه اكتر من ال1000 على 2 كونسيكوتيف ريدنج 3 مانثس ابارت. الايريس زي ما اتكلمنا عنه بيعد زي ما قلنا الانيشيشن، بيحصل بارادوكسيكال وورسنينج زي ما قلنا في الكلينيكال مانيفستيشن، بيحصل ممكن من خلال اسبوعين اب تو 2 ييرز من بدايه التريتمنت. هو مشكلته في كده، مشكلته ان هو الرينج بتاعه كبير خالص، ممكن من اسبوعين لغايه 2 ييرز. فدايما تتاكد لما يجي لك عيان ديتيريوريتد في الفولو اب، اتاكد ان العيان ده اولا كومبلاينس ولا لا، اتاكد ان ده اميون ريكونستيتيوشن ولا لا، ولا ده وورسنينج في الكونديشن اللي هو كانت عنده من الاول. زي ما قلنا تريتمنت بيبقى الاسترويد مع مانجمنت اوف ذا اوبورتونستيك انفكشن. اخر حاجه عندنا البريفنشن اوف اتش اي في. دي شويه براكتسز تتعمل طبعا، ان هي حاجات زي الاكسترنال او الانترنال كوندومز، بنايل سيركمسيجن، في عندنا حاجه اسمها البريب هنتكلم عنها، سترايل نيدلز او سيرنجز، او ده قلنا بالنسبه للبريجننت ان تعمل لها سيزيريان سكشن، او نون بريست فيدنج لو هي اتش اي في بوزيتيف بيشن. البريب عشان المصطلح دايما بيتكتب كده، احنا في عندنا بريب وبيب. بيب اللي هو بوست اكسبوجر، والبريب بري اكسبوجر. طبعا عليه كلام كتير شويه ان انت يعني بتشجع على انتشار الفاحشه او انتشار الرذيله او الكلام زي كده، فعندنا ناس كتير ما بتتكلمش في البريب. هو الفكره بتاعته ان الدبليو اتش او لان هي عارفه عندها براكتس كتير جدا بالذات الحاجات اللي هي الهوموسيكشوال، فحطوا الريكومنديشن بتاعتهم ان البيشنت بياخد البريب اللي هو البري اكسبوجر بروفلاكسس على هيئه دبل دوزز من التينفوفير لوحده او التينفوفير مع الامتريستابين اللي هو التروفادا، يعني ياخد قرصين بدل ما هو بياخد قرص واحد. هو في تريتمنت التروفادا بياخد قرص واحد، لا هياخد قرصين من ساعتين ل 24 ساعه بيفور الهاي ريسك براكتس اللي هو رايح يعمله تمام. وبعدين بيجي بعدها ب 24 ساعه يعني في اليوم الثاني يروح ياخد الجرعه الثالثه من الدواء تمام، وبعدها ب 24 ساعه ثاني يعني 48 ساعه يعني يعتبر بياخد الفورس دوز. يبقى هو كده العيان بياخد التريتمنت اللي هو بري اكسبوجر بروفلاكسس على 3 ايام 72 ساعه. افتكروها 3 ايام عشان في البوست اكسبوجر هنقول برضه ان هو بياخده في 3 ايام. نعم ده شخص سليم، ده بري اكسبوجر. واحد سوري يعني رايح في حفله والحفله دي هيعمل فيها حاجه، فبيقول لك يا دكتور دلوقتي انا رايح ومش عارف ابطل اعمل ايه. احنا قلنا في الاول خالص في اول سلايد يو ار تريتنج ذا ديزيز نوت ذا بيشنت ويز ذا ديزيز. يروح يعك زي ما هو عايز، هو جاي لك في سؤال كونسلنج ميديكال لازم تجاوب، لازم تجاوب، فهتضطر تقول له التريتمنت ده او مش تريتمنت بروفلاكسس تمام. ياخد قرصين من التروفادا او تينفوفير، طبعا التينفوفير موجود في الصيدليات متاح، وتقول له بعد 24 ساعه في اليوم الثاني هتروح تاخد قرص واحد وفي اليوم الثالث هتروح تاخد قرص رابع، يبقى كده بياخد اربعه دوز. في حاجه جديده هو مطلعينها عشان يسهلوا الموضوع ده اكتر شويه، بدل ما العيان يقعد ياخد اورال تريتمنت بيحاولوا يخترعوا حاجه دلوقتي في الفيس 3 لونج اكتنج كابتوجرافير، ان العيان 8 ويكس انترفال او يعني على كل شهرين على اساس ان هم عندهم الدنيا دي ماشيه بانتظام. فاقول لك مش كل مره يجي يعيد التريتمنت او ياخد التريتمنت الثاني، فلا ياخد ايه حاجه لونج اكتنج. اللي بعد كده كتير اكتر اللي بنقابلها بوست اكسبوجر، ده اللي احنا بنقابله اكتر. واحد زميلك جراح بيقول لك اتشكيت تمام، تعامل ازاي وبيبقى خايف، وعندنا الانفكشن كنترول بيجي لهم الكلام ده كتير. السؤال الاكتر اللي بيجي البوست اكسبوجر تمام، اللي هو اللي اتشك في ابره او اللي دخل في اي مشكله يعني، المهم ان هو بيقول لك ايه بقى،
الفيجن تريتمنت لازم يتاخد في خلال 72 ساعه اللي هما 3 ايام اللي احنا قلنا عليهم نفتكرهم 3 ايام خلال 72 ساعه. تمام. بياخد ايه؟ بياخد الثلاثه دراجز عادي اللي هما التينفوفير والامتريستابين او لاموفيدين مع الدوتجرافير او الرارتجرافير المتاح. ما بيفضلش يدي الايفافرنز على اساس ان هو ده حاجه هاي ريسك شويه، فما بيفضلش الايفافرنز لان هي من الحاجات زي ما قلنا البوتنسي بتاعتها اقل، فبيفضلوا هنا في الحاله دي الانتجريز انهيبيتور. تمام. البيشنت بياخد التريتمنت ده لمده 28 يوم. 28 هو يعني الالجوريزم ده ملخص بتاعه هو بيقول ان انت لو قدرت توصل للعيان اللي هو تشك فيه لو هو مثلا محجوز هنا في قسم داخلي، فبيقول لك اعمل له سكريننج في الاول وتاكد هو اتش اي في ولا لا على اساس ان هو بدل ما ياخد بوست اكسبوجر على فتره. تمام. ما قدرتش توصل للعيان والعيان اللي تشك فيه ده كان عيان خارجي او بيشنت مشي. تمام. او العيان رفض انه يعمل التحليل او العيان مش موجود عندي او مش متاح، فزي ما بنقول ان احنا لا بتديله البوست اكسبوجر 28 يوم بالثري درايز. تمام. في نقطه برضو الانفكشن كنترول موفرين الكلام ده عندنا هنا، يعني برضو دي معلومه لازم تبقى عارفها لو حد سالك. احنا عندنا عياده كونسلنج فهتتسال في اي حاجه في الدنيا، فده موجود في الانفكشن كنترول وبيدي لهم فعلا البوست اكسبوجر بروفلاكسس. بياخدوا الديتيلز بتاعت الشك اللي هو تشك فيها، يعني بيشوفوا تشك في ابره اللي هي بتاعه الجراحه ولا وايت بون نيدل اللي هي سرنجه، البلاد شكله كان ازاي، كانت ديب تيشو انجري ولا ما كانتش ديب تيشو انجري، التفاصيل دي كلها. ده نفس الكلام الملخص بتاع الدبليو اتش او اللي بنقول عليه اللي هو التينفوفير امتريستابين دولتجرافير في الادلت، وبالنسبه للاطفال بيبقى الزيدوفيدين زي ما قلنا مع الامتريستاب مع اللاموفيدين مع الدولتجرافير. انا كده خلصت. تمام. في اي اسئله في الاول عندكم انتوا؟ طيب هي حاجات سيمبل بس كده نثبت المعلومه. all of the following are examples of clinical important specimens. ايه السبيسمنز اللي انت تبعتها عشان تشخص بيها اتش اي في؟ all of the following except blood, saliva with blood, genital secretion, urine with no presence of blood. urine اللي هي انهي واحده فيهم؟ ركزوا عايز اكسبت. ايه الحاجه اللي بتشخص سبيسمنت بتاعتها تشخص اكسبت؟ البلاد دي شخص اتش اي في؟ طيب سلايفا وفيها بلاد؟ فيها بلاد. جينيتال سكريشن؟ احنا لسه عمالين بنقول ان هو بيترانسميتد سيكشوالي، يبقى الحاجه الوحيده اللي ما بتنقلش اليورين ويز نو بريزنس اوف بلاد. تمام. سيبكم من الارقام عشان دي كانت جايه من حاجات تانية. Which of the following factors is the most important determinant of the rate of the disease progression from initial HIV infection to clinical diagnosis of AIDS؟ اكتر حاجه من الحاجات دي تحط عينك عليها هي اللي زي ما بيقول كده الدكتور تخلي ال rate of progression يزيد. ال age CD4 count بعد 6 شهور من التريتمنت، سايتوموجينو فيروس IgG status، HIV resistance panel، اتش اي في فيرال لود بعد 6 شهور من التريتمنت. فيرال لود ليه؟ فيرال لود احنا عمالين نقول هو ده اللي احنا بندور عليه. الفيرال لود الفيرال لود ايوه بس احنا بنتكلم على الديزيز بروجريسيف زمان بياخد بيها دلوقتي. كله بيتكلم على الفيرال لود دلوقتي، كله بيتكلم على الفيرال لود. سي دي 4 دي بتتحط عشان تعرف بيها الستيج 4 اللي هي بتاعه الايدز الاميون ان انت هيدخل في اوبرشنستك انفكشن ولا لا. بس افرض الفيرال لود عادي عالي الكره هايدي، هقول عليه ايدز ازاي؟ ما هو احنا بنقول فيرال لود معناها ان العيان فيه. مش انا جبت لك صوره في الاول ووريتك شكل الفيروس ازاي هيبتدي يزيد 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 صح؟ انا مشكلتي في وجود الفيروس، هو ده اللي يهمني، عمال بيزيد ولا بيقل؟ خلاص؟ ده انديكيتيف بروجريشن. An otherwise asymptomatic 22-year-old HIV positive male present to the infectious disease clinic. Investigation revealed the viral load بتاعه 50,000 copies with CD4 count بتاعه 400. Start antiretroviral therapy. Start antiretroviral لما الكاونت يقل عن 50 ولا يبقى 50؟ وضحت كده. ما هو عمال بيلف ويدور يقول لك سنه مش عارف ايه viral load الكلام ده كله. Start treatment.
which of the following scenarios is most likely associated with the lowest risk of HIV transmission to a health care provider after an accidental needle stick from a patient with HIV. أقل حاجة ريسكي في الحاجات دي إن هو ياخد infection بعد ما اتشك في إبرة. The needle is visibly contaminated with the patient's blood. The needle stick injury is deep tissue injury to the health care provider. The patient whose blood is on the contaminated needle has been on retro antiviral therapy for many years with a history of resistance to many available agents, but most recently has had successful viral suppression in current therapy. اقري السؤال يا بنتي للايه؟ اقري الاجابه للايه؟ ما في مقالب بتتحط؟ ولا ان البيشنت whose blood is on the contaminated needle was diagnosed with acute HIV infection 2 weeks ago. مش قلنا يو ايكوال يو هو سبريس دلوقتي بقى يو ايكوال يو يبقى سي. هو عمال يقول لك عادي كان في ريزيستنس ومش ريزيستنس وبعدين في اخر فتره بدا يبقى في ايمون ريسبونس او بدا يبقى في ريسبونس على التريتمنت. تمام. 47 year old woman with known HIV with AIDS طبعا لان CD4 count بتاعها 106 الفيرال لود بتاعها 35000 present with painful growth on the side of her tongue. What's the most likely diagnosis? هو احنا قلناها ايوه دي ليكو بليكيا ده شكل ليكو بليكيا تمام دي مش ابسس السر ولا هربس ولا كورا كانديدا ولا اورا كابوس ساركوما. كابوس ساركوما بالمناسبه بتبقى كلها حاجات لونها بتبقى لونها احمر اه بتبقى بيرج ما بتبقاش ابيض تمام اي اسئله تاني؟ تمام.